السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة كلمات وقواعد يونت 7 الجزء الأول منهج تالت إعدادي من كتاب جيم. يلا بينا كده مع بعض نشوف الوحدة بتتكلم عن إيه. الوحدة بتتكلم عن سبورتس، all about sports، بيتكلم هنا عن الرياضة. نشوف كده مع بعض الكلمات. experts، وكلمة expert أصلا يا شباب تمشي adjective وتمشي noun. expert يعني خبير، وخدناها قبل كده تاخد اكسبيرت ات وان واون، لكن اكسبيرت هنا اللي هم الخبراء اللي هم البني ادمين يعني. اندور كورتس، ودي كلمه مهمه جدا، ملاعب مغطاه اندور، عكسها طبعا اوت دور. وفي كلمه ثانيه تقابلنا اندورز واوت دورز، اما نوصل عندها برضو هنعرف ايه الفرق بينهم. ميجر، لو زودت لها يا شباب ام اي ان تي تبقى ميجرمنت اللي هو القياس. بولز اللي هو العمود اعمده. سكور، ودايما بتيجي سكور جولز على طول او سكور بوينتس. وودن راكت، طبعا جاي من كلمه وود اللي هو الخشب، راكت اللي هو المضرب. بيليف، سنشري اللي هي 100 سنه. جراب، ذا فيرست، ذا فورس، هورس هير، بي اي، راحت اللي هي هاندز، ذا سكند، ذا 11th، ذا 12th، ذا 13th، وهكذا اللي هو بنسميها الترتيب الايه اوردينال نمبرز. سبورتس هيستوري، سيتا، واي، ذا ثيرد، ذا 21st، 22nd، 23rd. بنسيب ال 20 زي ما هي يا شباب، وبنغير برضو اللي هو الحادي والعشرين، الثاني والعشرون، في اللي هي فيرست وسكند وثيرد وفورث اند سو اون. بعض الماتيريالز، جلاس، ليزر، وده في فرق بين الجلد والسكن اللي هو جلد البشره بتاع الانسان او جلد الحيوان. ميتال، رابر، وود، وول، زي ما قلت لكم كلمه ميجرمنت يا شباب، والويت اللي هي الوزن. سنتيمتر، جرام، ميتر، كيلو جرام، كيلو متر، كيلو متر، وطن. هنشوف كده قط 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 ونحط اوف زي ما هي كلمة اوف. هيت 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 برضو نفس الكلام. هولد هيلد هيلد. ثرو ثرو ثرون. اندور واوت دور. بوبيولار ام بوبيولار. سكور مس. ذا فيرست ذا لاست. حروف الجر اكروس، وخلي بالك من كلمة اكروس اللي فيها حرف الايه، ذا ميدل، at each end عند نهاية كل طرف. bits of metal، bits يعني أجزاء. by the 20th century يعني بحلول القرن الثالث عشر، طبعا غير هنا زي ما انت عايز. filled with، hit مثلا هضرب الكرة بالمضرب. made from، وفي made of يا شباب، وقلنا الفرق بينهم ان made of هتظل المادة زي ما هي، made from المادة هتتغير. over the years، similar to زي the same as. take سبيس اوت، مثلا هطلع المسطره من الشنطه. تاي نقط تو، هربط حاجه في حاجه. ويت فور، ينتظر شخص او شيء، طبعا زي الاتوبيس او اي حد اعرفه. الكورتس هي يا شباب هي اماكن للتنس والباسكت بول بتتلعب فيها. الاندور يعني جوه البيت جوه البيلدنج. البولز لونج بيتس، هي عباره عن اعمده مصنوعه من المعدن او الخشب اللي هي اجزاء من الخشب او المعدن. سكور اللي هو انت محتاج تعمله علشان تكسب في رياضه او جيم معين. طبعا دي خدناها قبل كده. دو ريفيجن، دو سبورت، دو بي اي. هولد اب اتنت، حته مهمه برضه تيجي لك في الاختيارات. كيك ا بول، ذا فيري فيرست تنس بول، اول كرات تنس. زير وير از ميني از، كان هناك ما يصل الى، طبعا دي بتيجي مع المعدود. ثرو ذا بول انتو اللي هو يلقي الكره، وعاده هتلاقي في كره السله عشان يرميها جوه الايه الباسكت. فيل وفيل، جود وويل، طبعا ده ادفيرب يا شباب. براكتس وبراكتس. راكت وروكت. ويت ويت. وود اود اللي هي الغابه طبعا. طبعا الكونتري زي ايجيبت، فرانس، جريس، جابان، لكن الناشوناليتي يا شباب ايجيبشن، فرنش، جريك، جابانيز. ركز كده معايا هنا، اندور واوت دور وان دورز واوت دورز اللي قلت لكم عليها في الاول. لو لاحظت هنا يا شباب هتلاقي ديت تعتبر صفه للكلمه اللي جايه وراها، او الان دور
كورتس يبقى ملاعب مغطاة لأنها هتبقى داخل المبنى. أوت دور جيمز، ألعاب بتتلعب بره البيت، يبقى دي لازم يكون وراها اسم، لكن ديت ما وراهاش حاجة اللي هي بالداخل أو بالخارج. I play basketball at indoor courts. I don't like playing outdoors. ما يحبش ألعب بره، ما معاش حاجة. هو يا شباب outdoor courts أهو اللي هي الملاعب الخارجية are affected by climate change، طبعا بتتأثر بتغير المناخ. It's better to play indoors. بص ما فيش هنا وراها حاجة، هو الأفضل إنك تلعب بالداخل. دي خدناها 100 مرة طبعا. 2 2 0 و2 وفصلهم صفة، فعل في الانفينيتيف. It's too cold, it's too hard, it's too easy, it's too difficult to، والفعل في الانفينيتيف. شوف كده مع بعض. تنس can be a أو an space sport. طبعا التنس دي بتتلعب في الان دور سبورت، وهاخد ان دور بس يا شباب عشان وراها اسم. The box was، طبعا في تو اهو يا شباب وفي هنا صفة، يبقى اخد 2 او، يبقى تو هيفي تو كاري. هنشوف كده مع بعض القطع بتتكلم عن سبورت. طبعا انا جبتها برضه لان السبورت من ضمن الحاجات المهمة. بتتكلم عن تاريخ الرياضة. Some experts believe that tennis was first an Egyptian sport. بعضهم بيقول او بيعتقد ان الرياضة هي مصرية في الاساس. Because the word rack، كلمة راكت is very similar to Arabic word راحت اللي هي hands، قريبة من كلمة hands اللي هي الإيد، يعني راحت الإيد. Other people believe that it was invented، طبعا ده مبني مجهول يا شباب. بعضهم بيعتقد إنها اخترعت by the French، بواسطة الفرنسيين. لما بنحط زي يا شباب مع الصفة تديني الناس اللي عايشين في المكان ده. The French، the Egyptians، the poor الفقراء، the rich الأغنياء. في القرن الحادي عشر أو القرن الثاني عشر. By the 16th century، بحلول القرن الثالث عشر، there were as many as 1800 indoor courts، كان في حوالي 1800 لعبة داخل الملاعب أو الملاعب الداخلية. So people didn't have to wait for good weather in order to play، يعني الناس ما كانتش بتقعد تستنى بقى عشان تشوف الطقس كان حلو ولا وحش، هي كده كده جوه المبنى. In those days، في هذه الأيام، players had to hit the ball with their hands، في اللعبة ديت اللي هي أكيد طبعا لعبة التنس، كانوا بيضربوا الكرة بإيديهم. بحلول سنة 1500 the game was played with a wooden racket، بقى يستخدموا wooden racket يعني مضرب مصنوع من الخشب. The very first tennis balls، أول كرات للتنس، عشان كده قلت لكم هي بيتكلم هنا عن التنس. أول كرات كانت were made from، مصنوعة من ليزر، filled with horse hair or wool، كان الجلد ده محشي جواه شعر الحصان او الصوف. today النهارده طبعا الكرات ديت الرابر مصنوعه من المطاط، وميجر القياس بتاعها من كذا كذا سنتيمتر اكروس ذا ميدل من الوسط، والوزن بتاعها اللي هي من 56 ل 59 و47 جرامز جرامات يعني. ده بالنسبه للتنس. هنتكلم هنا عن الباسكت بول. ووز انفنتد، اخترعت برضه مبنيه المجهول هنا يا شباب. ووز اول تصنيف سياسي الفعل في سنه 1000 او هنقول 1891 باي، بواسطة عشان الجملة مبنية المجهول، a Canadian PE teacher، مدرس تربية رياضية اسمه جيمس نيسمس. in that year، في السنة ديت، he thought، قال أو اعتقد في دماغه يعني كده أو قاعد يفكر، I must find a new sport for my students to play in winter because it's too cold to play outside. أنا هفكر في لعبة ولادي اللي هم الطلبة بتوعي يلعبوها لأن الجو بيبقى برد جدا في الخارج. the new game، اللعبة الجديدة، could be played inside، لازم تتلعب جوه أو من الممكن تتلعب جوه. in any weather، في اي طقس. طبعا نسمس تايد، ربط two baskets two poles، جاب باسكتين وجاب وتدين عمودين يعني، at each end of the court، في نهايه كل طرف من الملعب. a player had to throw the ball، او الشخص يعني او اللاعب بيرمي الكره into the basket in order to score، عشان يحرز هدف. at first، في البدايه، before the bottom of the baskets were cut off، قبل ما يقطعوا الجزء التحتاني بتاع الباسكت. a player had to take the ball، كان الشخص او اللاعب بيضطر انه يطلع فوق يجيب الكره من الباسكت. after he or she scored، بعد ما بيحرز الهدف بتاعه. the game is now very popular، طبعا اللعبه بقت مشهوره جدا. although you must practice every day، طبعا المفروض انك انت تمارس كل يوم to be good at it، عشان تبقى شاطر فيها. طبعا بيقول لك هنا كلمه measure، ده الحاجه اسمها يا شباب اسمها ترانسكريبشن، وهنا تنطق فيه physical، مكتوب عندك وقت في فيزيكال. شوف كده مع بعض الحل على الكلمات.
لونج اجو يبقى زمن باست يا شباب، تنس بلايرز didn't have to wear special shoes، ما كانوش مضطرين طبعا ان هم يلبسوا احذيه معينه. اون تنس في تنس ايه طبعا اللي هو ملعب يبقى كورت. ان جيمز لايك تنس في الالعاب اللي زي لعبه التنس يو يوز ا سبيس تو هيت ذا بول، طبعا انت محتاج الراكت طبعا عشان تضرب الكره. which of the following can you use to hold up a tent، انهم دول بتستخدمه عشان تنصب خيمه طبعا البولز اللي هي الاعمده. we need to not the most goals to win a sports game، طبعا يبقى 2 ايه سكور طبعا the most goals تجيب اكتر اجوان عشان تكسب في الرياضه. each player كل لاعب tries to knock the ball الكره into the basket، تبقى لسه انها يا شباب فوق ما دام في انتو يبقى يلقي داخل يبقى throw into. the Arabic word rahat means لسه قايلينها فوق اللي هي معناها hands الايدين. in the past في الماضي tennis players اللي هم لاعبي التنس had to hit the ball كانوا بيضربوا الكره نقط their hands بايديهم يبقى with their hands. most clubs معظم النوادي have space so that players can play inside in any weather، طبعا هنا ما دام بيلعبوا في اي وقت من العام يبقى indoor courts. when it's very cold اما بيبقى الجو برد it's better to play، يبقى طبعا هنا تلعب في الداخل يبقى indoors وما وراش حاجه يا شباب ناخد اللي فيها اس. do you know هل تعرف هو نقط باسكت بول مين اللي ايه اخترع يبقى invented. tennis balls كرات السله have it changed نقط the years يبقى على مر السنين اسمها over the years. the first tennis balls اول كرات في التنس وير سبيس ويز هورس هير اور وول يبقى طبعا كانت مملوءه بيبقى فيلد ويز. ركز بقى معايا يا شباب عشان القواعد عايزه تركيز رهيب وخصوصا في الريرايت اللي هو قاعد كتابه الجمله على الرغم انها مش صعبه ولا حاجه بس محتاجه شويه تركيز. بصوا يا شباب وركز مع بعض كده وخليك معايا كده في الماوس عشان تركز معايا. نخليها كده برمز الايد عشان يبقى كبير شويه. have to و had to و must و mustn't for obligation. المفروض طبعا هنا يا شباب الاستاذ ما حطش كلمه has to has to. طبعا لو ركزت معايا كده يبقى عندي have to و has to مع بعض كده ماشي يبقى ده في المضارع وبعدين had to ديت في الماضي وكلمه must و mustn't. الاول كده يا شباب must عامله زي have to و has to ماشي بس في فرق صغير ما بينهم هنقوله بعد كده. يبقى دولت كده في المضارع must و have to و has to خلاص. طيب mustn't دي حاجه لوحدها خالص كده هنخلينا بعيد عنها كده اللي هو ال prohibition الحظر او ان انا اجزم واحد بانه يعمل كذا. وهنا must برضو الزام بس في الاثبات. هناخدهم واحده واحده كده يا شباب. بصوا كاتبها لك هنا اهو have to و has to و had to. الاول كده احنا لسه قايلين دلوقتي يا شباب احنا اتنين مع بعض كده ان have to و has to ده في المضارع من غير ما افكر طبعا وانتوا كبار في السن مش محتاجين الكلام ده طبعا ان ال have بتيجي مع i u و زي وال has بتيجي مع ال he والشي والات والاسم المفرد وادي ال i ال u ال we الزي او الاسم الجامع. في كلتا الحالات يا شباب كل الاربعه اللي قدامكم دولت او الخمسه دولت بيجوا وراهم فعل في الانفينيتيف فعل في المصدر. طيب انا يا مستر بستخدم امتى have to و has to؟ طبعا هات تو تبقى في الماضي امتى بستخدمها؟ ان الانسان مضطر انه يعمل شيء الزامي عليه في زمن المضارع وعاده بيكون قوانين او قواعد الدوله حطاها او المدرسه حطاها او اي مؤسسه حطاها. ماشي يا شباب نشوف كده مع بعض جمله. منى هاز تو جيت فعل في المصدر اهو باسبورت المفروض انها تجيب جواز السفر تو ترافل تو لندن ده قانون محدش يقدر يغيره. اي هاف تو جو تو سكول اون تايم برضه المدرسه عامله قوانين ان انا اروح في الميعاد فاخدت هنا هاف تو هاز تو على حسب المفرد بتاعي او الجمع بتاعي. اما ننفيها يا شباب بما ان هم هاف تو وهاز تو في البريزنت يبقى النفي بتاعنا في البريزنت دونت هاف تو ودازنت هاف تو. كده كده الفعل بتاعي ده في المصدر ماليش دعوه بيه خالص مش هيهمني. طيب بس الحته اللي احنا عايزين نركز فيها بقى يا شباب شايف هي وشي وات
احنا كنا واخدين هنا فوق صح، هي وشي وات اهو، واخد هاز تو. بص هنا كده في الجمله ديت، هي وشي وات doesn't have to، ركز معايا doesn't have to. ليه يا شباب؟ طبعا كان ده عارفينه من زمان ان كلمه doesn't بيجي وراها الفعل في المصدر، فاذا المصدر بتاع has to هيبقى have ايه تو، واليمه الثانيه don't have to مع الاي اليو الوي الزي او الاسم الجمع. نشوف كده عليها جمله، she doesn't have to، هي مش مضطريه انها هيري تسرع، she is not late for school. I don't have to، انا مش مضطر ان انا اصحى بدري، ليه؟ عشان ده يوم الايه؟ الجمعه. طب واحد بقى يرجع كده يقول لي يا مستر هو انا مش ممكن استخدم كلمه mustn't المنفيه ده مكان كلمه don't have to doesn't have to؟ هقول لك لا. ليه يا مستر؟ بكل سهوله كده يا شباب عشان ما تلخبطوش في الامتحان، لو جاب لكم الاثنين منفيتين، عندي mustn't وعندي don't have to وعندي doesn't have to. كلمة don't have to يا شباب و doesn't have to ليس مضطر انه يعمل الكلام ده. يعني على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هنا كده، هي مش مضطرية انها تسرع لانها مش متأخرة على المدرسة، فلو مشي براحتها شوية مش مشكلة. لكن لما اجي استخدم يا شباب كلمة mustn't وانا اخدها بعد كده كمان شوية، هلاقي ان mustn't ده تحريم، وده الفرق ما بين الاتنين. هنا مش مضطر، يعني ممكن لو عمل كده ماشي، يعني هي مثلا انا بقول لك هنا هي مش مضطرية انها تسرع، لو اسرعت ما فيهاش مشكلة. لكن لما استخدم كلمة mustn't يا شباب تحريم، بقول له لا يجب انك انت تدخن، ما ينفعش انك تدخن هنا، يبقى اذا هو لو دخن هياخد غرامة. يبقى هنا ما ينفعش الاثنين يساووا بعضهم، وديت مهمة جدا في فهمك للجملة. طيب ركز معايا بقى كده، وده المهم عندنا. طبعا يا شباب ال have to وال has to الماضي بتاعهم had to. طبعا had to دي يا شباب كل اللي انت هتعمله في الجمله انك انت لو لقيت yesterday و last و ago و in the past و in وسنه قديمه، طبعا على طول هتاخد had to الفعل في المصدر. طب والنفي بتاعها ايه يا مستر؟ هيبقى didn't have to. هنبص كده اشوف هو جايبها ولا مش جايبها. لا هو مش جايبها هنا. لا جايبها هنا اهو، انا هنجي لها دلوقتي كمان شويه. ماشي يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا have to و has to، والنفي بتاعهم don't have to و doesn't have to. ركز معايا هنا بقى، الحته ديت هي المهمه بالذات في الري رايت. بصوا كده يا شباب، it's necessary for Salma to take a taxi she is late. كلمة it's necessary يعني ايه يا شباب؟ من الضروري. يبقى هنا عشان اشتغل في الجملة دي لو جات لي في الامتحان اختياري هتبقى سهلة، it's necessary for، ويجي وراها يا شباب اسم الشخص او ضمير. يعني ايه يا مستر ضمير؟ مش هي بنت اهو، يبقى it's necessary for her. لو هو ولد it's necessary for him، لو احنا يبقى it's necessary for us، وحط تو الفعل في الايه؟ في المصدر. a taxi ليه؟ عشان هي متاخره. طيب بصوا بقى معايا كده يا شباب، انا هجيبها لكم هنا بالمره كده على طول. لو اعتبرنا في الامتحان ان مديني هنا كده ومديني have to وقال لي كتبت الجمله باستخدام have to، ركز بقى معايا كده عشان بص هي قاعده ثابته. شايف هنا كده it's necessary for Salma to، شايف ده كله كده هنشيله ونبدا من اول مين؟ البت سلمى ده، هناخد سلمى نكتبها هنا كده، يبقى هنبدا بسلمى. ركز بقى معايا، مش احنا يا شباب عندنا it's necessary for Salma to، كلمه it's necessary for ده هتساوي has to او have to. طيب واحد يقول لي يا مستر هو مدينا هنا ايه؟ have to صح؟ طيب لما اجي اكتبها انا هنا هتبقى هاف تو؟ لا انا لازم اغيرها لهاز تو. انت ليه غيرتها يا مستر؟ عشان الهي والشي والاي بتاخد هاز تو. وارجع من هنا كده يا شباب مش هغرم اي حاجه ولا هعمل اي حاجه، احط الجمله كلها زي ما هي. يبقى تيك ا تاكسي وكمل الجمله زي ما هي. ماشي يا شباب؟ طيب ركز معايا تاني، لو قلنا كده it's necessary for him، اقوم قايل هي، it's necessary for her اقوم قايل شي، لكن هو اسم انسان اسيب اسم انسان زي ما هو. اللي يهمني برضو هنا يا شباب هو هيضحك عليا في الامتحان ويحط لي have to. طبعا الاولاد يروح جايين رايحين حاطين هنا have to، هتنقص نص الدرجه. ليه؟ عشان اسم سلمى هنا مفرد، هي وشي وات احوله انا لهاز ايه؟ لهاز تو. صعب يا شباب الكلام ده؟ لا سهل خالص يا مستر. طب تعالى بص كده معايا، it's not necessary to واحط الفعل في المصدر. كلمه فور دي يا شباب ممكن تجي لك في الامتحان وما تجيلكش، مش فارقه.
It's necessary for سلمى to. طب هنفترض يا مستر ان هو مش مديني هير او سلمى او احمد او اي اسم، يعني قال لي كده على طول it's necessary to. ما انت لو لاحظت انا كده ده ما بين اقواس اهو، يعني ممكن اشيله او it's necessary to على طول. لو جالك كده في الامتحان يا شباب، يعني لو خدناه هنا كده كتبنا لك تحت هنا كده it is necessary to تيك التاكسي. خلاص هنختصر بقى في الكلام، مش لازم نكتب كل الكلام ده. وقال لي في الامتحان برضو حط كلمة ايه it is. ماشي يا شباب. وقال لي حط برضو have to او has to. قال لي have to. بص معايا يا شباب، بص هنحلها ازاي. هو هنا لو بصينا في الجملة الفوقانية ده اهي كان في فور سلمى، فبدأت بالبت مين؟ سلمى. حلو قوي. اتس نيسيسري تو تيك تاكسي، انا ما عنديش حد اتكلم عليه من غير ما افكر كده على طول، قول له يو. ما دام ما عندكش اي اسم حط له يو. وطبعا هو مديك كلمه هاف ايه؟ هاف تو، وتحط الفعل في المصدر تيك تاكسي. خلاص خلصت الجمله بتاعتي من غير ما تتعب فيها. يبقى اذا لو انا ما عنديش يا شباب اسم شخص حط يو على طول، واليو هتاخد هاف ايه؟ تو. طب نبص على الجمله الثانيه. بص كل اللي عمله انه حط كلمه نوت. ات ازنت نيسيسري فور احمد تو الفعل في المصدر. بص كده it isn't necessary for طارق to take a taxi. هو مش متأخر. وقال لي في الامتحان حط have to. ماشي يا شباب. اذا هنا الدنيا هتختلف شوية. بص مش احنا كنا قايلين سلمى has to عشان مثبتة. ليه؟ لان هي هنا مثبتة. وبص هنا في الجملة اللي تحت ديت it isn't necessary to take a taxi، وقال لي حط have to، فقلت له you have to برضو عشان مثبتة. طب لو انا جيت بقى هنا يا مستر وحطيت it isn't necessary for طارق to. اولا كده يا شباب احنا نبدا بمين هنا؟ هنشيل كل ده كده اهو، اللون اللي هو الغامق ده اهو هنشيله كله، ونبدا بمين؟ بالواد طارق. صح؟ هنقول طارق. وركز معايا بقى، احنا فوق لسه قايلين يا شباب النفي بتاع هاف تو دي بايه؟ دونت هاف تو ودازنت هاف تو. طب والجمله هنا مالها في الامتحان؟ منفيه، أو ما نرخرنا فيها. زي ما سبتها هنا مثبتة هقوم نفيها هنا. هقوم قايل إيه بقى يا شباب مع طارق؟ يبقى doesn't have to. واحد يقول لي لا يا مستر مش أنت مديني have to هنا؟ أنت ليه خليتها doesn't have to؟ هو عايز يشوفك أنت فاهم ولا مش فاهم؟ هتاخد الهاف تو وتروح جاي لازقها زي ما هي ولا لأ؟ هو بيشوفك أنت، هل أنت فاهم إن في نوت هنا؟ يبقى لازم تنفي الجملة doesn't have to. في الامتحان في بعض الموجهين طبعًا ممكن يقول لك doesn't have to كلها كاملة، بس انا بجيب لك الاسوأ، فانت تروح جاي على طول تقول له ايه doesn't have to، وكمل الجمله بتاعتك عادي خالص تيك تاكسي. في اي حاجه صعبه يا شباب؟ وبنحط طبعا النقطه بتاعتنا ونبدا نكمل الجمله بتاعتنا زي ما هي عادي. خلاص نشوف دي كده ننزلها تحت خطوه، نشوف هتنزل تحت ولا لا. ننزل ديت رخره، ماشي نجيب ديت مره تاني. ماشي يا شباب ننزل دي ترخي معانا عشان ايه بعاد عن بعض اهم. يبقى لما تكون الجمله منفيه يا شباب احط doesn't have to. افرض يا مصر ان انا يو وي وزي هخليها don't have to. ماشي في اي صعوبه؟ عمليه سهله جدا. طيب انا بسال بايه؟ مضارع بسيط. يبقى دو او داز، يبقى دو يو هاف تو والفعل في المصدر، والاجابه يس اي دو نو اي دونت، يس هي داز نو هي داز، يس شي داز نو شي داز. بس هتركز في حاجه هنا كمان يا شباب، انا عندي هنا واحد يتخدع في الامتحان ويلاقي هنا علا يقوم واخد له هاز تو. غلط. ليه؟ عشان انا عندي كلمه داز، وداز يجي وراها الفعل في الايه؟ في المصدر، تبقى هاف ايه؟ تو. حته مهمه جدا، وكده كده برضو وراها الفعل في المصدر. او نوع الاسئله العادي يا شباب، انتوا المفروض كبار طبعا، اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل. What do you have to الفعل في المصدر. طب لو مفرد what does او what time طبعا does هبه have to الفعل في المصدر. هو المفروض كان غمق الاثنين دول كده اللي هم كلمه do وكلمه قريب. في اي صعب او صعوبه فيها؟ نشوف كده يا شباب it isn't necessary to get. بص بقى شايف ما حطلكش هنا بني ادمين خالص اهو. it isn't necessary to get up early tomorrow it's a holiday. هو بيقول لي حط هاف ايه؟ تو. يعني انا اعمل ايه يا شباب؟ لازم انفيها. ليه؟ عشان فينا كلمه ايه؟ نوت. هنبدا بمين؟ ما عنديش حد. زي ما لسه قايل من شويه هبدا بيو. الجمله منفيه اقوم عامل ايه؟ دونت هاف
تو. وليه يا مستر ما قلتش doesn't؟ عشان انا عندي هنا يو واليو تاخد don't have to والفعل فيه الايه المصدر اللي هو من اول كلمه get، انزلها زي ايه ما هي وانزل كل الجمله زي ما هي. صعب يا شباب في منتهى التفاهه، لسه قايلين فوق ان have to has to الماضي بتاعهم had to. طيب نشوف كده مع بعض. انا اما تجيلي في الامتحان هتجيلي مثلا yesterday اهي، يبقى انا عرفت على طول ان هي had to صح، والفعل في الايه في المصدر. برضو yesterday اهي، يبقى اخد had to والفعل في الايه في المصدر. طبعا سهله جدا، والنفي بتاعها يا شباب didn't have to. نفس الكلام يا شباب، بص كده لو انا عندي السؤال برضو بديد، يبقى did you have to الفعل في المصدر، لان did بترجع الفعل في الايه في المصدر. واجي برضو how long did you have to والفعل في المصدر. اهم حاجه عندي دي بقى. هناك بقى يا شباب كانت ديت it's necessary، هو خلاها it was necessary، يبقى هتبقى had to. فانا هاجي اعمل ايه؟ هشيل كل ده صح، اللي هي it's necessary for، واشيل اللي هي تو طبعا هتشال، واجي من اول هنا كده تنس بلايرز اللي هو ده الفاعل بتاعي، هبدا بكلمه تنس بلاير، يبقى تنس بلايرز اللي هم لاعبي. نركز بقى مع بعض كده، احنا شلنا ات ووز نيسيسري فور كذا تو اهي لغايه هنا وكده، كل ده هيتشال. انا احط كلمه هاد ايه تو اللي هي مكان ات ووز نيسيسري، احط هاد تو والفعل في الايه في الماضي. فين الفعل يا شباب؟ اهو من اول هيت، يبقى هيت ذا وتكمل الجمله وانت مغمض، ما بيجيش يا مت اي حاجه. هنفترض يا مستر ان ديت ات وزنت زي ما عملنا هناك يا شباب، هتبقى تنس بلاير didn't have to. حته مهمه جدا، لو هي منفيه يعني لو اعتبرنا كده يا شباب ان ديت وزنت خلاص ات وزنت necessary، هاجي هنا هبدا برضو بنفس الكلام، يبقى تنس بلايرز didn't have to didn't have to، واكمل الجمله بتاعتي الفعل في المصدر اللي هي hit، واكمل الكلام بتاعي زي ما هو. يبقى هنا يا شباب عشان وزنت خليتها didn't have to واكمل الفعل في المصدر. كلمه must بقى يا مستر بنستخدمها امتى؟ عشان كده تكون في فرق شويه ما بين كلمه have to و has to و must، هم كلهم في المضارع يا شباب، لكن هات تو في الماضي. بص الزام داخلي غير مفروض علينا، يعني مثلا انا بقول لنفسي انا هجيب لماما هديه، يبقى هنا كده الزام داخلي من جوايا او المشاعر بتاعتي او بذكر نفسي او بنصح بقوه وهكذا. عمر ماست ستادي هارد، عمر يجب ان يذاكر بجد، هي هاز ا تيست نيكست ويك. طبعا هنا يا شباب مش هينفع استخدم هاف تو لان هو مش قوانين، ده انا بقول له بقوه بنصحه انه لازم يذاكر. او اي ماست فيزيت علي، انا المفروض ازور علي عشان هو مريض، يبقى انا شعور نابع من جوايا فباخد كلمة ايه مصد. ده الفرق اللي ما بينه وبين كلمة have to و has to. اللي يهمني بقى الحتة دي يا شباب mustn't. mustn't ده اللي هو تحريم او منع، ما ينفعش ان انا اعمل الحاجة دي. لكن اللي فوق يا شباب كان don't have to و doesn't have to، زي ما قلت لك ممكن هنا الواحد اقول له انت مش مضطر انك تعمل الكلام ده ولكن هو يعمله عادي مفيش مشكلة. لكن mustn't فعل في المصدر برضه اهوت، ولكن بحرم عليه، هي mustn't bark it's against the law. كلمة against the law دي يا شباب ضد القانون، ما ينفعش ان انا اعمله. او بتساوي كلمة يا شباب اسمها it isn't allowed to، اهو غير مسموح، مش مسموح لك انك تعمل الكلام ده. ودي الحته المهمه بقى يا شباب اللي هتجي لك في الامتحان، وتقول لك شيلها برضو ويحط كلمه ايه mustn't زي ما كنا بنعمل في الرايت فوق. هنيجي نبص كده في الجمله ديت، بص كده ركز معايا، اتس امبورتنت تو، من المهم انك تقفل او تطفي الانوار، وقال لك حط must زي ما كنا بنعمل فوق بالظبط. مش كان مديك فوق يا شباب اتس نيسيسري تو اتس امبورتنت تو، الاثنين زي بعض زي اللي فوق. هبدا بمين؟ ما عنديش اسم انسان، اقوم اوتوماتيك على طول من غير ما افكر زي ما قلت لك تبدا بمين؟ بيو. وهنشيل كلمه اتس امبورتنت ايه تو، هنحذفها ونحط مكانها كلمه ماست، والفعل في المصدر اللي هي تيرن اوف، وكمل الكلام بتاعك زي ما هو. يبقى هنا عايز يقول لك يعني يا شباب ان كلمه ماست تساوي اتس امبورتنت تو، زي فوق بالظبط ما كانت هاف تو اتس نيسيسري تو، زي ما كانت منفيه it isn't necessary to تساوي don't have to او doesn't have to. عمليه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه غير التركيز فقط لا غير. طبعا هو جايب لك هنا الاشكال اللي احنا قلناها، اللي هي ببدا
السؤال بتاعي بدو او بدزع او ديد طبعا على حسب الزمن بتاعي، والنفي بتاعها دونت ودزنت وديدنت، والمضارع بتاعي اذا كان هاف او هاز، والماضي بتاعها هاد تو، الفعل في المصدر او ماست، والفرق ما بينهم وبين اللي هي هاف تو وهاز تو. طبعا الستبس اللي هو عملها لك ديت اللي انا لسه قايلها لك في قلب الحل، انا دخلت لك على الحل على طول عشان اريحك عشان ما تلخبطش. ماشي يا شباب؟ طيب احنا هنشوف بس كده لو عملنا جمله هي برضو تانية اهوت. It's necessary for them، اهي ليه مين الحته دي اهي them، تبقى they، واشيل it's necessary خلاص ملهاش لازمه عندي، واحط have to اللي هو مديها لي، واحط الفعل في المصدر. طب نشوف واحده كده اللي هي it isn't allowed، مش مسموح لك، او against the law، او كلمه forbidden يعني ممنوع عليك او محظور عليك انك تعمل الكلام ده. بص كده معايا يا شباب. It's not allowed for players at the Olympic to hurt كذا. انا عايز احط mustn't، احنا mustn't بتساوي ايه؟ it isn't allowed for و to. بص حتى هعمل لك بالالوان اهم، دول هيتشالوا في الامتحان، وابدا بكلمه بلايرز at the Olympics اللي بيلعبوا في الاولمبياد مالهم، احط كلمه mustn't اللي هي تساوي اللي هي الكلمه ده، واحط الفعل في المصدر هو جاهز اصلا، لان كده كده في تو الفعل في الايه؟ في المصدر. سهله جدا يا شباب وما فيهاش اي حاجه. ماشي، شوف كده أسئلة على الاكسرسايز دي. What did you space do على طول من غير ما افكر، ما دام في did يبقى have to مفرد جامع مش فارقة بالنسبة لي، انا كده هاخد have to عشان كلمة did. I couldn't go to the park yesterday، انا ما قدرتش ان انا اروح امبارح، يبقى yesterday اهو يا شباب. ليه؟ عشان انا كنت مضطر ان انا اعمل كذا، يبقى had والفعل في المصدر. You not do that it's، بص اهي هو خلاص يريحك اهو، against the law، يبقى على طول وانا مغمض mustn't. You not to get a passport، لازم تجيب الباسبور بتاعك عشان تسافر لدول اخرى، يبقى طبعا هنا بصوا بصوا هو بص اهي تو اهي من غير ما افكر، يبقى you have to. Number 5، he not wash his hands before he eats، يبقى هو يجب عليه، وده طبعا الى حد ما تعتبر زي النصائح او الحاجه النصيحه قويه، فاقول هي ماست، هو مش قانون هنا يا شباب. داليا نقط كلين ذا هاوس از هير سيستر هاد كليند ات، بص في الحته دي يا شباب كده، اختها ايه نظفت الايه البيت، يبقى هي مش مضطريه. بس واحد يقول لي يا استاذ ده في اتنين، ابص على الجمله الاقي هنا في زمان الماضي، يبقى اخد ايه didn't have to. نيجي بقى نركز كده مع بعض يا شباب في الرايت، وقلنا سهل جدا جدا جدا، هنيجي على الحته دي كلها، خليك مع الماوس كده وهنشيلها اهي الحته دي كلها كده اهو، لغايه الفعل في المصدر يا شباب، واجي على هيم ده، اهم حاجه عندي كلمه هيم تبقى ايه يا شباب على طول؟ تبقى هي، عشان هنا هيم ديت عايده على الولد، اقوم كاتب هي واروح اجيب الكلمه اللي مديها لي هناك اهي هاف تو، هحطها الزقها زي ما هي يا مستر؟ لا، لازم احولها لهاز ايه؟ تو، وحط الفعل في المصدر موجود فوق، يبقى لوز ويت يعني تفقد الوزن. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي هنا كده، اتس اجينست ذا لو، ده ضد القانون، خلاص هو كده ريحني يا شباب، وهشيلها كلها كده اهو واحط mustn't. طيب في عندي هنا بني ادمين او اي حد؟ لا، يبقى هبدا بيو، يبقى يو، واحط كلمه ايه؟ mustn't اللي هو مديها لي، لان انا شلت الحاجات اللي احنا قلنا عليها، واحط الفعل في الايه في المصدر، يبقى درايف ا كار، وكمل الجمله بتاعتك بدون ما تتعب. عايزين نحط ماست، بص يا شباب اهي اتس نيسيسري تو، اشيلها ملهاش لازمه عندي، ما عندي بني ادم هنا، ما فيش بني ادمين ولا ضمائر ولا اي حاجه، هبدا بيو واحط كلمه ايه ماست، والفعل في الايه في المصدر، يبقى جيت ا باسبورت، ونكمل الكلام بتاعنا. طيب عندنا هنا عايزين نحط هاف تو، نبص هنا شي ازنت ليت، هي مش متاخره ما لناش دعوه بيها، هننزلها زي ما هي اهي، ات ازنت نيسيسري فور هير تو هيري، يبقى هننزل الجمله دي يا شباب زي ما هي الاول، صح؟ يبقى شي ازنت ليت فور مين هير اهي، اقوم كاتب شي وحط كلمه ايه بقى وركز معايا كده، it isn't يبقى اقول doesn't have to، يبقى لازم فيها نرخر يا شباب، يبقى doesn't have
to وحط الفعل في المصدر اللي هو كلمة ايه؟ hurry. نيجي هنا عايز اسال بدو. حلو قوي السؤال ده يا شباب وجميل جدا جدا جدا. ماست اي تيك ا تاكسي؟ الجمله هنا بدا بايه يا شباب؟ بماست. احنا قلنا ان ماست دي تساوي هاف تو وهاز تو، بس في فرق صغير ما بينهم. فانا عايز ابدا بدو، يعني عايزك يشوف انت فاهم ان ماست دي بتساوي هاف تو وهاز تو ولا لا. فانا بدات بدو. حلو جميل. فين الفاعل بتاعي اللي هو الاي؟ احوله الى يو، او سوري هنخلينا زي ما انا، يبقى دو اي هاف تو. ليه بقى؟ جبت منين هاف تو دي يا مستر؟ اللي هي بتساوي كلمه ماست. يبقى دو اي، يبقى احط اليمين هنا كده هاف تو اللي هي تساوي كلمه ماست، لان دي على بعضها كده هاف تو وهاز تو تساوي كلمه ماست. وانزل كلمه تيك ا تاكسي زي ما هي، تيك ا تاكسي، نحط علامه استفهام. نشوف كده مع بعض الجنرال اكسرسايز. فادي is talking about sport with his friend مجدي. How do you become a good at basketball مجدي؟ قال له you have to be tall and fast. وراح جاي سأله سؤال، قال له I am not tall or fast. يبقى الواد مجدي كان بيقول له ايه؟ بيقول له هو انت عايز تلعبها يعني؟ يبقى do you want to، هل تريد ان practice it او play it، اي واحده فيهم صح؟ فرد قال له ايه؟ انا لا طويل ولا سريع. وراح جاي قايل له اجابه، رد عليه قال له I am sure that you are good at some sports، انا متاكد انك انت شاطر في رياضه من الرياضات. فهيكون بيقول له ايه؟ انا مش شاطر في اي رياضه. ليه؟ عشان الكلام اللي احنا لسه قايلينه تحت. يبقى I am not good at any سبورت، انا مش شاطر في اي رياضه يا عم. قال له لا انا متاكد انك شاطر في حاجه يعني. وات اباوت تشيس؟ طب ايه رايك في الشطرنج؟ اي ام بلاينج ا جيم اوف تشيس ذس ايفنج، انا هلعب النهارده. وود يو لايك تو بلاي؟ تحب تيجي تلعب معايا؟ فقال له حاجه، بص كده لازم نقرا هنا يا شباب. قال له اوكي وي كان بلاي انذر ايفنينج وين يو ار نوت فيزيتنج يور جراند بيرنتس. يبقى هنا كان بيقول له ايه؟ عم انا مش هقدر، انا بزور جدي وجدتي. يبقى هتقول له الاول انا اسف، اي ام سوري، I am sorry، معلش مش هقدر. ماشي. but ولكن أنا بزور جدي، يبقى I am visiting my grandparents. my grandparents. ماشي يا شباب. فالواد مجدي قال له حاجه، قال له تومورو ايفنينج از بيرو. اه خلاص ماشي يا عم، بكره ده 100 100. فهو بيقول له ايه رايك في بكره؟ يبقى هاو اباوت او وات اباوت، اي واحده فيهم صح يا شباب. وات اباوت تومورو ايفنينج. نشوف بعد كده الاختياري. وي كان يوز سبيس تو هولد اب، ما دام هنعمل خيمه يا شباب لسه قايلينها اللي هي الوتد. ماشي. I couldn't go to the park، مش هقدر او ما قدرتش اروح البارك يسترداي. ما دام في يسترداي على طول يا شباب، علشان انا had to في زمن الباست اشوف الدكتور او اروح ازور الدكتور. نمبر 3 we play tennis or basketball in، طبعا بنلعبها فين؟ لسه قالينا فوق في قلب الكلمات، في الكورتس، في الملاعب. by 1500 تنس ووز بليد ويز ا وودن، طبعا اللي هو الراكت الصاروخ، قصدي المضرب. وخلي بالك من كلمه روكت. نمبر 5 تنس بولز هاف تو ميجر، القياس بتاعها سنتيمترز، نقط ذا ميدل، ودي حته مهمه جدا يا شباب اسمها اكروس ذا ميدل، عبر المنتصف بتاعها. تو بي اي او ان سبيس ان سمثينج يو شود هاف، هي اهم حاجه دي، ميني سكيلز، يبقى عندك مهارات عشان تبقى ايه يا شباب؟ تبقى خبير في الحاجه ديت، يبقى عندك مهارات. It's necessary for her to finish the project on time، وعايز ابدا بشيء. اه حلو قوي. هو يعني بيقول لي برضه تحط هاف تو وهاز تو يا شباب. انا عندي هنا It's necessary for her، بص هو جه على هير ده اهي وخلاها شيء، يعني هو بدا نفسه بكلمه شيء. هنبدا مع بعض. شيء، الشيء تاخد ايه يا شباب على طول؟ هاز تو، ونحط الفعل في الايه؟ في المصدر اللي هي كلمه ايه؟ finish. ونكمل الجملة زي ما هي. النقط دي يا شباب يعني انا هكمل الجملة من فوق زي ما هي.
it isn't، ركز معايا، for you too. يبقى هبدأ بمين؟ هو مديني يو جاهزة اهي، هبدأ بيو. بس ركز في حاجة يا شباب، الجملة منفية، يبقى احط ايه؟ don't have to. فين الفعل يا شباب؟ اهو get up، واكمل الكلام بتاعي up، ونكمل الجملة زي ما هي. عايز احط mustn't. mustn't تساوي ايه يا شباب؟ it isn't against law to. مفيش حد هنا معايا، يبقى اقول له يو، يبقى يو يو، واحط mustn't اللي هو مديها لي، اللي هي تساوي فوق كلمة it isn't against law to، واحط كلمة بارك طبعا الفعل في الايه؟ في المصدر here h e r e. اظن يا شباب يعني قاعدة جميلة وسهلة، ما فيهاش أي حاجة، بس محتاجة شوية تركيز. يبقى كده خلصنا الجزء الأولاني والحل عليه. أتمنى يا شباب يكون المحتوى عجبكم، وما ننساش يا شباب، أنا شايف التفاعلات إلى حد ما قليلة في الإعدادي. اللي يعرف حد ما بيتفرجش على قناة أو حاجة، ممكن يشير اللينك بتاع القناة عشان نكبر القناة ونستمر إن شاء الله. واللي عنده أي حاجة يا شباب يكتبها لي تحت في التعليقات، وأنا برد على كل التعليقات. وما ننساش برضو إن شاء الله لايك للفيديو، لأن كل اما حضرتك تعمل لايك ده بيدي فرصه لليوتيوب انه ينشر الفيديو عشان ناس كتير تبدا تسمعه، ونبدا نحافظ على القناه ونحاول ان احنا نكبرها، علشان باذن الله تكون دفعه قويه ان الواحد يكمل باذن الله. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.